أنا بكبر والجيل الجديد متعلم كويس والدنيا حوالينا بتتغير. يعني لو ما خدتش الوزارة المرة دي عمري في حياتي ما هاخدها. أوكي، حلال عليك الوزارة. يعني إيه؟ يعني ما تزعليش، إحنا كمان من حقنا نشتغل بيزنس، يعني من حقنا ندور على مصلحتنا، مصلحتنا وبس. ومن هنا ورايح هتشوف وش البيزنس مان بتاع مراد، بس ما اعتقدش ان الوش ده هيريحك. بعد اذنك عشان مرتبط بمواعيد مهمه. ممكن أدخل؟ أنا قلت لازم أجي عشان أطمن عليك، صحتك عاملة إيه النهاردة؟ الحمد لله أحسن كتير. شكرا. مستر مراد، I really hope ما يكونش في بيننا أي مشكلة أو زعل. عشان كان المفروض يبقى بينا بيزنس و للاسف ما حصلش نصيب. بص، انا شغال في البيزنس من 40 سنه، يعني قبل ما انت تتولد اصلا. قابلت كل حاجه وبطلت احسب الامور بالعواطف، بيزنس وبس. وفي البيزنس كل واحد بيختار اللي يكسبه اكتر، وانت اخترت الصح، وانا لو كنت مكانك كنت اختار نفس الاختيار. انا متشكر ان حضرتك فاهم الموقف. فعلا الموضوع كان عامل لي قلق، وما كنتش احب اخسر علاقتي بيك. لا ما تقلقش يا عمر، احنا علاقتنا يا دوب بدات، والبزنس تم خلاص، بس بطريقه تانية. الموضوع بيني وبين صافي، انت بره. ميرسي مستر مراد، واسف لو خدت من وقتك كتير. الحمد لله على السلامه. ما تقلقش نفسك، دي دعوة ايه كلام؟ المحكمة الاقتصادية ما بتاخدش بالكلام الفارغ ده. متأكد؟ أنت عارف مين المحامي اللي قصادنا؟ المحكمة لها الورق اللي قدامها، ما بتبصش للأسماء. وبعدين دول ناس خسروا الدم وعايزين ينتقموا بأي شكل. ما تشغلش بالك أنت. مساء الخير. أهلاً كرمة، ازيك؟ الحمد لله، ازي صحتك يا راجل يا عجوز؟ ازيك؟ الحمد لله. ميرسي. والله توحشيني، اليوم من غيرك ملوش أي طعم. وبعدين بقى إحنا كده هنكسر بعض. أنت دماغك راحت فين؟ دي كربة خلاص بقت من هنا، ده مالك قاعد عندها طول الوقت. يعني كل الكلام الحلو ده علشان أنقذتك؟ ما عادي يا سيدي، ما أي حد في الشارع كان ممكن ياخدك يوديك المستشفى، وأنت إيه وقعت في صحراء؟ شايف الحقد؟ بجد بلاش السيرة دي، ما بحبش أفتكر اليوم ده. قول لي يا مصطفى، كلمتني وتعالي بسرعة وعايزك ضروري واحضري حالا. ايه بقى؟ في ايه؟ هو يعني بصرف النظر ان انا عايز اشوفك دايما، بس انا كلمتك علشان اقولك ان انا خلصت ورق الجمعيه وقبل الميعاد باسبوع. مش معقول. ميرسي قوي، ميرسي بجد، مش عارفه اقولك ايه. ميرسي. تقول ايه؟ على فكره ده ورق دار ايتام، ما اخترعش الذره يعني. شفتي مين بقى الحقود؟ على فكره لو تحبي تبداي من النهارده ممكن. ايدي في ايدك يا سعاده البي، وانا اقدر اعمل حاجه من غيرك؟ بس لو عايزه نصيحتي تعملي حفله تبرعات الاول. نبتدي الاساس. طيب على الاقل انت تتفقي مع مهندس يعمل تصميم ويعمل ماكيت شيك كده، ونعمل حفله تدشين وتبرعات في نفس الوقت. يا فكره حلوه الصراحه، بس للاسف مش هينفع. ليه بتقولي كده؟ في ناس كتيره بتعمل. ما اكيد الناس دول مصريين وعايشين في مصر وعندهم بيزنس وعلاقات ومعارف
انما انا مين يعرفني؟ اكيد محدش هيجي. ولا تشغلي بالك، صافي ممكن تساعدك جدا. هو في حاجه يا جماعه؟ لا انت بس حددي الميعاد اللي عايزاه وسيب عليا اقناع صافي. يا واد يا بورم. ايه تحب اثبت لك ان بورم فعلا بقى؟ عارفه مين اول راجل هيتبرع؟ مين؟ الشاب الحليوة الميتة ده هيتبرع ب5 مليون جنيه. بتلبسنا يا مصطفى؟ ماشي. في الحفلة هتستلمي شيك ب5 مليون. شفت بقى؟ عرفت مين اللي بورم؟ انت عارفة يا كرمة تقدري تجمعي في الحفلة دي كام؟ مش أقل من 30 مليون جنيه. بجد؟ بجد. Good evening. Good evening. I've got a store. It's a very local place, but I love it. It's the best. I'll have the mixed vegetables. I knew it. اليوم بدي ضلني بالاوتيل، ما راح اقدر اكون عندك. ليه؟ يس، ثابت؟ يا وي ويل تيك توايس نمبر 4، اتس ا سربرايز، اند ذا ميكست فيجيتابلز بليز. ثانك يو. ثانك يو. كنا فين؟ انت عايزه تروحي الاوتيل اللي ماشي، بس على بالي ارتاح. شوفك بكره، بس اليوم على بالي ضلني بالاوتيل. ارتاح مني؟ لا، ان جنرال بدي ارتاح. لا انا عندي فكره، ممكن تقعدي معايا الليله دي و بس عشان ايه اتفرج عليكي لغايه لما انام. ليه؟ بتضحك؟ ما بعرف، حسستني اني فرجه. لا ما فيا، عن جد بدي اروح على الاوتيل. طيب اوكي، بس عندي I have a small wish. If you do that لازم تقعدي معايا لغاية آخر لحظة في حياتي. بس آخر لحظة؟ بس لو ليا أمنية أخيرة في حياتي هتبقى إني ألاقيك يا كرمة، ومش عارف ساعتها أعمل فيك إيه.